غير الوفاء والتجديد من أجل موريتانيا اجتماعا عاما لمنتسبيه ومناصريه تحت شعار التعديلات الدستورية خيارنا لصناعة المستقبل. رواد هذا التيار الجديد أكدوا على تمسكهم بالنهج الإصلاحي للنظام الحالي وعلى أهمية تمرير تلك التعديلات الدستورية التي ستضيف نقلة نوعية على المسار الديمقراطي للبلاد. حدنا والمبارك يقربنا من الصورة أكثر في سياق التقرير التالي. تيار الوفاء والتجديد من أجل موريتانيا الجديدة يعقد أول اجتماع لمجلس خيارنا لصناعة المستقبل بحضور باقة من الشباب والنساء المنضوين تحت لواء هذا التيار الحديث الناشئ، والذي يرى أن ضرورة إشراك الشباب في شتى المجالات عامل أساسي لبناء ورقي البلد. يؤمن هذا التيار بأن ثروة الوطن الحقيقية في شبابه، الذي يعتبر البنية التحتية للديمقراطية والمحرك الأساسي لها، ولكن أردنا من خلال هذا العمل إثارة وعي الشباب بمختلف المجالات بأهمية المجتمع والدولة الموريتانية والارتفاع بهما معا، والشعور بالمسؤولية وتخليص الأذهان من أوهام مصطنعة من قبل بعض الساسة والحركات من أجل التأثير على الشباب وتوجيهه لما لا يخدم المصلحة العامة. أصحاب التيار ثمنوا الإنجازات التي تم تحقيقها مؤخرا في موريتانيا، وأشادوا بدعمهم للتعديلات الدستورية المقترحة والتي ستعزز الديمقراطية وبناء المؤسسات التي يتساوى فيها الجميع حسب قولهم. إن ما أنجز في هذه الفترة على مستوى البنية التحتية من جامعات ومعاهد وشبكات مياه وكهرباء وطرق وغيرها من الإنجازات يتطلب منا كنخبة سياسية تثمين هذا الجهد والإشادة به، ويجب أن يلمس أبناؤنا في المستقبل ضرورة هذه المكتسبات، وإيمانا منا بنجاح مشروعنا السياسي الوليد وتأدية أدوارنا العلمية والبحثية والمجتمعية كفيل بنجاح رسالتنا في بناء المجتمع والارتقاء به إلى مستوى متطلبات القرن 21. وجاءت هذه التظاهرة في جو سياسي موريتاني محتدم، لكن تيار الوفاء والتجديد من أجل موريتانيا الجديدة أبى إلا أن يقول كلمة فصل يرى فيها خطا ثالثا بين النظام والمعارضة في ظل التوتر السياسي الذي تشهده موريتانيا. حدنو المبارك، الوطنية.